ما كنتش أعرف إن المشهد اللي مثلته مع الفنانة الكاميليا هيتحول لحقيقة مرعبة ويكون سبب في قتلي أنا وهي بنفس الطريقة الوحشية اللي عرفتها الناس وقت اكتشاف الحادثة. أنا الفنانة وداد حمدي، تعالوا أحكي لكم التفاصيل. كنت مشاركة في فيلم قمر 14 عام 1950، وأثناء أدائي لمشهد أمام الفنانة كاميليا قالت لي يا رب تموتي بسكينة في قلبك. رديت عليها أنا وقلت لها يا رب تموتي محروقة. والغريب إن الدعوتين اتحققوا فعلا وكان باب السماء مفتوح وقتها، فصديقتي كاميليا ماتت بنفس الدعوة ونفس الطريقة لما اتحرقت بها الطيارة اللي كانت راكباها وسقطت لتموت صديقتي وحبيبتي كاميليا. كانت في عز شبابها وكان عمرها 31 سنة. عدت سنين كتير جدا، وبعد مرور 44 سنة على الفيلم جه دوري أنا عشان أموت وتتحقق الدعوة التانية. لما قالت لي كاميليا يا رب تموتي بسكينة في قلبك، فعلا في يوم 26 مارس سنة 1994 اتقتلت بنفس الطريقة وقتها. اتصل بي الريجيسير متى باسيليوس وحدد معايا ميعاد عشان يقابلني ويعرض عليا دور في مسلسل جديد هيكون من إنتاج شركة خارجية، فوافقت إنه يقابلني ويكون معاه المنتج. لكنه فاجئني وجالي البيت لوحده، فتحت له الباب بحكم إن أنا أعرفه واستضفته. ما كنتش أعرف إيه اللي بيدور في دماغه، ولما كان قاعد معايا في شقتي طلب مني إنه يدخل الحمام. وقتها أنا دخلت غرفة نومي عشان أحضر له فوطة، لقيته دخل ورايا في غرفة النوم وكان مخبي في هدومه سكينة خرجها وبدأ يطعني في صدري وبطني 35 طعنة عشان يتأكد إني مت. وبعد ما اتأكد من موتي بدأ متى يدور في الشقة على أي فلوس، ملقاش غير 250 جنيه بس وشوية ذهب، خدهم وجري. بعدها اكتشفت أختي ليلى الجريمة لأنها كانت دايما بتزورني كل يوم. بلغت ليلى الشرطة وبدأت رحلة البحث عن الجاني. الشرطة عرفت تجيبه بعد ما لقوا خصلة من شعره موجودة في إيدي وأنا بقاوم. في البداية حاول ينكر لكنه اعترف في النهاية، والحمد لله ربنا اقتص لي منه بعد ما تم إعدامه.